35 مليون من المغاربة أقسموا أنهم لن يسامحوا فيه، قسم المسيرة الذي نادى به المرحوم ملك الحسن الثاني رحمه الله. المغرب ليس عنده أي استعداد ولو يقتسم حبة رمل من الصحراء، ونتمنى أن الجزائريين وأي مبعوث جاي يكونوا مقتنعين أن هذا يعني نونيشيو، وأن هذا مولود ميت ودفناه وخلصنا نهائيا من التقسيم. وسدات مدام وقعد ليا البغلاش نقريحة بعد الصفعة القوية اللي تلقاوها بمجلس الأمن يوم أمس. يومين هما كيترنحوا كيخرج ليهم السيد عمر هلال وكيكمل ليهم البايع. أي مبعوث جديد كنقولوا له داك المقترح اللي أطلقته الجزائر هذه سنوات ديال التقسيم وأننا نقسموا الصحراء المغربية بجوجنا، داك المقترح راه ولد ميتا وما كنهضروش فيه وما كنناقشوه. فكيفاش تعطينا نفسنا حنا كمغاربة نسمحوا في التضحيات اللي داروها جدودنا وفي الدماء اللي سالت على الأراضي الصحراوية ديالنا سواء في المسيرة الخضراء سواء قبل المسيرة الخضراء، ونجيو حنا اليوم هكاك برودة نقسموها مع ناس ما عندهم حتى شي دخل في الصحراء المغربية. وهادشي اللي كنتمناو للجزائر تفهموا وتنسى هذا المقترح اللي ولداته ميتة، لأن المغاربة أقسموا أنهم ما يسمحوش في حبة رمل واحدة من الأراضي ديالهم. فبرافو للسبع ديالنا السيد عمر هلال، وعجبني بزاف واحد الصحفية اللي طرحت واحد السؤال ما عرفتش واش بغات تحرج السبع ديالنا أو تستفزوا بواحد السؤال، كيفاش نتوما كتقولوا بأنكم كديروا التنمية في الأراضي ديالكم الصحراوية وهي نايضة القيرة تما والدماء والناس الله يعاون ما كاين يعاموت عليا نموت عليك والقضية شاخدة عندكم تمايا، كيفاش كتعاملوا مع هادشي؟ قال لها فين هاد القيرة نايضة؟ قالت له نايضة عندكم في الصحراء ديالكم. شكون اللي قال لك باش غالي هاد الهضره؟ قلت له كنشوفوا البيانات وكنشوفوا التقارير اللي قالت لي متبع القنوات الجزائريه، ياك ما كتفرجي في نشره الثامنه. قال لها راه شحال هادي تجاوزوا 850 بيان، راه يعلم الله شحال لحقوا من بيان دابا. قال لها ولكن راه كاين عفر القنوات ديالهم في ارضيه الواقع راه ما كاين حتى حاجه، ما يمكنش تكون نايضة القيرة في ديك الارض وتفتحات ازيد من 30 قنصليه تما. سيري بحثي على اطول قنطره فين كاينه، كاينه في الصحراء المغربيه. اكبر ميناء في غرب افريقيا فين كاينه؟ في الصحراء المغربيه. ما يمكنش يتبناو هاد الامور كامله وهاد القنصليه وهاد الشيء في واحد بلاصه نايضه فيها القره. تبعي لي الصحافه النزيهه ما تبعيش نشره الثامنه، ابقى يعطيها على الودنين تبقى تزينن. واش انا حاطه لكم الدراري تما ولا نايضه القره تمتبع القنوات اللي كيقولوا العام زين ولا الجزائري ثلاث شهور ما دوش وهما قالوا لهم نتوما ثالث اقوى اقتصاد في العالم؟ اعطي عمويها بعدا يغسل الحال. فخليكم مع السبع السيد عمر هلال والتدخل ديالو المباشر بعد الصفعات اللي تلقاتها الجزائر. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. اي سكوتشين عربي؟ يس بليز. ابلغ المبعوث الشخصي السيد دمستورا ان مجلس الامن انه استحضر فكره التقسيم، ما تعليقك على ذلك؟ ما تعليقي على ذلك؟ اولا اود ان اذكر ان المغرب كان قد رفض منذ البدايه اي فكره للتقسيم، وكان وزيري واضحا في هذا الشان، وكان بيان وزاره الخارجيه وكل شيء كان واضحا. هنا اريد ان اوضح ثلاث امور. اولا المسؤوليه السياسيه ديال اقتراح التقسيم، لا بيكر ولا دوميسورا اقترحوا، هما غير نقلوا رساله من المسؤولين الجزائريين للمغرب. اولا من قام بالاقتراح هو الله يرحمه الرئيس الجزائري بومدين في نوفمبر 2001 لما زار هيوستن لكي يناقش مع جيمس بيكر قضيه الوطنيه. هناك اقترح عليه يعني ان المغرب يقتسم الصحراء، طبعا كان جوابنا هذيك الساعه لا. ولا سته اشهر بعد نوفمبر في جولاي ولا جون، السفير الجزائري في الامم المتحده رسل اكد استعداد، وانا ازيد هنا استعداد الجزائر للنقاش والنظر في التقسيم مره ثانيه. يعني هذا ماشي غير كلام اتى به جيمس بيكر من حديثه ثنائي مع فخامه الرئيس المرحوم بوتفليقه، ولكن هناك رساله رسميه تاع المبعوث الجزائري السفير الجزائري هنا. 22 سنه من بعد ماذا حصل؟ يأتينا من جديد اقتراح تقسيم حامله هو لما كان مبعوث الأممي في الجزائر. طبعا قيل له بلغ للمغرب أننا على استعداد أن ننظر من جديد في التقسيم، وكان جواب المغرب وخاصة ووزيري أن المغرب هذا مولود يعني ميت، هذا مرفوض،
احنا للمغرب لا نريد النقاش في هذا التقسيم. هذا يعني المسؤولية السياسية، غير باش نأكد على دور الجزائر المحوري والهام في هذا. النقطة الثانية هي لماذا الجزائر تقترح التقسيم؟ إلا شتي في التواريخ وشتي في الظرفية التي تتقدم فيها الجزائر بالتقسيم، ترى أن الجزائر تأتي بالتقسيم كلما كانت في ورطة دبلوماسية، كلما كانت ضعيفة سياسيا ودبلوماسيا، كلما كانت عليها ضغوط ديال المجتمع الدولي. وهنا أذكر أن كلام رئيس بوتفليقة كان في نوفمبر، في قبل عدة أشهر في نفس السنة الأمين العام للأمم المتحدة قال أن الاستفتاء لن ينظم لأنه impractical، لا يمكن تنظيمه، والبلان دو ريغلومون خلاص انتهى. فهذا هو الضغط الأول اللي كان عليه. فكان الجزائر كانت بحاجة أنها يعني تخرج من هذا الموقف السياسي الصعب بأنها أتت بالتقسيم. ولكن لما راحوا لهيوستن كان كذلك عليهم أن يبلغوا رفضهم للأكور كادر الذي اقترحه بيكر. فهذا كله خلاهم أنهم كانوا على ضغوط كبيرة عليهم. المخرج هو أنه يأتوا شيء جديد لكي يشغلوا العالم ولكي يعني يتعرف انتباه لجهة تانية. ماذا حصل هذه السنة لما جاءوا؟ نفس الصعوبة، نفس الورطة السياسية والدبلوماسية تاع الجزائر. هنا أقول لك أولا ضغوط تاع المجتمع الدولي خاصة مع قرارات مجلس الأمن التي تنادي ب يعني مباشرة المسلسل السياسي، الضغوط ديال المبعوث الأممي الذي يروح عندهم ودائما يقولوا تأتي للجزائر ولكن لا تبلغ، يعني يأتي سريا كأنه يسرق. ثالثا الاعترافات بمغربية الصحراء، اعترافات دعم كبير للمقترح المغربي ديال الحكم الذاتي. ثالثا لا رابعا كل هذه المسائل خلت الجزائر طبعا تحت ضغط كبير، خاصة الاعترافات الأخيرة ديال فرنسا وألمانيا وإسبانيا والدول الاسكندنافية، دول شرق أوروبا، كل هذا خلى على في الضغط كبير. فالمخرج دائما أنهم يأتون بمقترح نحل مشكل بالاقتصاد. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة موقف المغرب، قلت أن وزيري قال أنه رافض تماما. طبعا في عدة لاءات تاع المغرب. أولا كما قال وزيري سيادة المغرب على الصحراء ليست موضوع تفاوض، الوحدة الترابية ليست فوق الطاولة، التزام المغرب بحفاظ على حدوده واعترف بصحرائه قائمة. اللاءة الثانية هو أن الإخوان في الجزائر وحتى السيد ديمستورا الله يسامحه نسي أن 35 مليون من المغاربة أقسموا أنهم لن يسامحوا فيه، قسم المسيرة الذي نادى به المرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله. ثالثا الإخوان إخواننا الصحراويين في الجنوب أعطوا البيعة ديالهم للملك المغرب كما أعطوها أجدادهم للملوك والسلاطين المغاربة. هذا لا أخرى. والنقطة الأخيرة هي الدماء الطاهرة ديال الشهداء المغاربة الذين دافعوا على الوحدة الترابية في الصحراء. كيف ممكن أننا نقبل أن هذه الدماء تروح هبة كذلك؟ لكل هذه الأسباب المغرب ليس عنده أي استعداد ولو يقتسم حبة رمل من الصحراء. ونتمنى أن الجزائريين وأي مبعوث جاي يكونوا مقتنعين أن هذا يعني نونيشيو، وأن هذا مولود ميت ودفناه وخلصنا نهائيا من التقسيم. إنعام طحان أسوسييت بريس، شكرا على الإتاحة الفرصة. سؤالي للعلم أنه اتخاذ القرارات بياخذ وقت طويل لحتى توصلوا لحل، وخصوصا إذا كان الطرف الآخر
في مراوغة للوصول إلى حل. ما هي النقاط الأهم بنظرك لحماية أو لحقن الدماء في تلك المنطقة؟ في أي منطقة؟ في حقن الدماء حتى ما يصير في قتل وحتى ما تستمر عملية يعني العنف والقتل اللي نحن بنسمع فيها. لا، ولكن أين؟ في أي مكان؟ في منطقة وسط الصحراء. لا، منطقة وسط الصحراء ليس هناك عرب. لا، ليس هناك دماء. اليوم ذكروا في اليو ما يمكن أعطي كم بلاغ نشروا؟ أكثر من 850 بلاغ منذ هالثلاث سنوات. فما فيش لا عرب، في مناوشة مرة يعملون أشياء من بعد ويعرب، هذه ليس عرب. وأدعوك لقراءة تقرير تاع الأمين العام، تشوفي أن ليس هناك عرب، ليس هناك لا أموات لا دماء لا مناوشات لا أي شيء. فهذاك مع الأسف أنت تقرأين بلاغات البوليساري أو بلاغات الجزائر، حاولي تقرأي بلاغات أو لا تحاليل تاع الدول، يعني الصحافة الدولية المحترمة التي تقول وتبلغ بيز أون على أساس زيارة التي يقوم بها الصحفيين أو الدبلوماسيين أو أعضاء تاع الأمم المتحدة، السكرتارية تاع الأمم المتحدة، لكي تتأكدين أن ليس هناك حرب في الصحراء وليس هناك دماء. الحل ليس لحقن الدماء ولكن لإغلاق الملف بيد الجزائر. يوم الجزائر تقرر أن تقف دعمها السياسي والعسكري والمالي وتترك أراضيها تحتضن فيها يعني مرتقة، تحتضن فيها مجموعات مسلحة، هذاك اليوم سوف يحل المشكل. وطبعا احنا أملنا أن هذا الشيء سوف يحصل في جيلنا عما قريب وليس في الأجيال المقبلة. على العموم المغرب في أرضه في صحراء، والصحراء في مغربها، وإحنا نبني. الجزائر تريد أن تدمر، تريد أن تخلق مشاكل، ولكن إحنا ما بيهمناش. اللي تهمنا هو عزيمتنا، قوتنا، والإرادة ديال الشعب وملك، والإرادة الدولية التي تساند الآن. شوفي غير الزيارة ديال ماكرون كيف مرت، تصريح ديال ماكرون، يعني القنصليات التي فتحت، هذا يعني لما تفتحي 30 قنصلية هذا يعني أن في حرب. لما يكون فيه مؤتمرات هناك دولية، هذا في حرب. لما تكون فيه هنا أكبر ميناء في غرب إفريقيا، ما يمكن يبنى أكبر ميناء في غرب إفريقيا لكن في هناك حرب وفيه دماء. ما يمكن يكون هناك أكبر قنطرة في إفريقيا مرتفعة. ما يمكن هذا الشيء كله يحصل وكما يدعي يعني المنطقة أن في حرب وأن في دماء. على العموم أشكرك على سؤالك. Ici, je voudrais montrer un document qui date, c'est le journal اللاجئين، منظمة ديال الأمم المتحدة للاجئين، المندوبية السامية للاجئين، تقرير حول الجزائر ومخيمات تندوف. والمندوبية السامية للاجئين يعني تناقش المسألة تاع المساعدات وكذلك كيفية تفريق المساعدات على أساس الأعداد التي تعطى لها. وفي هنايا lessons learned and future outlook، يعني الدروس المخوضة فيما يخص هاد مساعدات ديال اللاجئين لسنة 23 24 25، يقولون أن العدد السكان 173,600 وزايدين هنايا كما أعطيت لهم من طرف البلد المضيف. وي سي تري كلير سي لو دوكيمون اي تري كلير تري ايلوكو. Les Algériens disent c'est 173,000. La Cour européenne dit c'est 500,000. Donc comment faire? كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. قبل بعد ما تنساوش لايك، خلونا الرأي ديالكم في التعليقات. الناس مازال ما مشاركينش معنا، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. قبل بعد نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.